كيف تكون نية طالب العلم بالعلم لله؟ جمعها بعض أهل العلم، قال أن ينوي بهذا العلم رفع الجهل عن نفسه، وينوي أيضا رفع الجهل عن غيره، يرفع الجهل عن نفسه ليعبد الله على بصيرة، ويرفع الجهل عن غيره أي لئلا يقع غيره في المخالفة. هذه النية يشوبها ويكدرها أغراض وأعراض. أغراض جمع غرض، وهو ما يقصده ويريده ويطلبه، وأعراض جمع عرض وهي الصفات. قال من جاه يجعل العلم ليحصل به جاها أو مال مثلها الوظيفة، أو تعظيم يمدح ويشاد به، أو سمعة يرائي بها العمل، أو طلب محمدة، أو صرف وجوه الناس إليك. تطلب بالعلم أن ينعطف الناس إليك، ما أعلمه، ما أحفظه، ما أحذقه. قال فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها، أفسدت نيته بأن يكون مراده بالعلم وجه الله والتقرب إليه بأن يرفع الجهل عن نفسه ويرفعه عن غيره. قال شوب الإرادة لغير الله، هذا الشوب مما يفسد هذا العمل ويفسد هذه النية. فاحمي نيتك من هذه الشوائب، واحمي الحمى أي أن تريد بها أمرا دون ذلك ليوصلك إلى هذا الشرك في الإرادة، شرك الرياء والتسميع. نعم.